ما عجبنيش انا هادشي ما خصوش يكون. الناس خصو ياخذوا الموضوع بشكل عادي، يعني ماشي واحد خصو يمشي للسوبر مارشي ياخذ كل شيء التقضيه ديال الشهر ولا شهرين ولا. حنا عندنا هذا وزاره الصحه راه كتهضر كيعطيونا المستجدات كل نهار بنهارو، والموضوع ما خصوش يكون كاع يفوت هذا الحد. انا من راسي وجبد الا مشيت وما لقيتش واحد اخر دا الماكله اللي غادي نديها انا وغيديها هذا وهذا، اش غادي ندي انا؟ انا عندي وليدات واحد اخر عنده وليدات، اش غادي يدي؟ يعني ما خلاو لينا والو، داك الشيء ما خصوش يكون. كيزيدوا غير في الاسعار درك حاليا، الا مشيتي بغيتي تاخذ شي حاجه غتلقاها مضوبله ثلاثه الاضعاف. الا كان دايره 2 دراهم ولا 3 دراهم كتلقاها ب 8 دراهم 10 دراهم. يعني بسبب ومضر لينا حنا، مضر المواطن هو الاول، ومن بعد راه اش غادي نقول لك؟ الله يهديهم. شفتي البارح الضجه اللي كانت مجموعه يعني من المحلات التجاريه، الناس كتقدى بالزيت، انت كمغربي شنو الراي ديالك في هذاك الشيء؟ بالنسبه لي هذا الامر ما مقبولش، لحيتاش واخا المغرب دار هاد الاحداث يعني العمليات الاستباقيه بمقاومه كورونا، ولكن المواد التجاريه ما تحبسوش، يعني ما يكونش شي نقص ديال الغذاء ولا شي حاجه. غير المغرب كيما نقول لك يعني ما خافش من كورونا، تخيل خايف غير من الجوع صافي، هادشي اللي بان ليا، هادشي اللي بان ليا. يمكن يعني الخوف ان الناس يموتوا بالجوع اكثر من الخوف ديالهم من الفيروس. طبيعه الحال حيتاش الفيروس ماشي فيروس اللي خطير، كيصيب غير الرضع والكبار في السن، يعني شباب غير ما يكونش عندك شي مرض مزمن ما تخافش، يعني ما قول لهم ما تخافوش، يعني هذا الامر عادي. المهم يكون شي امر شي تخوف كبير، يعني راه الدوله قامت بالواجب ديالها. هضر ما بصيرتي كانسان ماشي مواطن عادي، دونك الضجه اللي وقعت سبابها في المغرب خصوصا قله الوعي. عندنا الانسان واخا قارن هو عايش، دونك الانسان كتلقاه خايف من واحد الحاجه وكيمشي مثلا تقدا كيلو ديال العدس كيمشي تقدا 5 كيلو. علاش؟ هو في نفس الوقت راه ضرر بالنسبه ليه ماشي بالنسبه لخوه اللي هو. علاش؟ حيت ملي غتكمل ديك السلعه ديالك غادي الاخر اللي مازال عنده سلعه غادي يزيد الثمن. دونك هما كيواعيش في هذه الفكره هذه، كيضروا نفوسهم بنفوسهم. اخويا هذاك الشيء ما منوش، عرفتي علاه؟ ماشي صاحبي كيتقضى في مرجان فيهم كياخذ في السلعه، علاش؟ واش نهايه العالم؟ واصلا ها هو واخد هذيك السلعه غير رجع ضروري غيتجول ضروري غيخرج. اذا كاين واحد فعاليه انه غيتصاب بذاك المرض، علاش غيمشي يقشاني داك الشيء كامل ويريح؟ ما يمكنش يريح في دارهم واحد شهرين ثلاثه شهور، ما يمكنش. يعني كاينين الناس قال لك انهم اللي خداو داك الشيء مخلوا الفقراء والو. لا علاش مخلوا الفقراء والو؟ زعما الفقراء الناس اللي ما عندهمش. اتفق معاك. ما يمكنش، راه كاينين الحوانت كاينين الهريات، اصلا الفقراء ما كيمشيوش مرجان وما كيمشيوش كارفور ما خلاو فيها والو. ما كيمشيوش كارفور. بنادم عادي كيتشقيد من الهري عنده في الدرب وكيتقدم لحالوش. ولن يصيبكم الا ما كتبه الله لكم.